السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم جميعا، عواشركم بروكا. كيف ما طلب مني أحد المتتبعين ديال القناة أو الصفحة على أساس أنني ندير واحد الفيديو في طريق حد كورت والفلاحة في النواحي ديال حد كورت. الحمد لله والشكر لله على هذه النعمة اللي نعم علينا بها الله سبحانه وتعالى في هذا الأسبوع، هي نعمة المطر. هنا في المنطقة ديال سيدي قاسم والنواحي بما فيهم المنطقة ديال حد كورت، لأن منطقة حد كورت أكبر منطقة من حيث زراعة الحبوب، القمح، الشعير. وكان سولني على الفلاحة هنا في المنطقة، خصوصا الفلاحة البورية. الفلاحة البورية في هذه الساعة هذه بخير وعلى خير إلى كمل الله سبحانه وتعالى. إلا كان كيبان لك هنا، شوف الفلاحة تبارك الله، غير أسبوع، في ظرف أسبوع فرق كبير. الأسبوع اللي فات وهذا الأسبوع اللي احنا فيه دابا الآن، فرق كبير بالنسبة للفلاحة، لأن طاحت الشتاء تبارك الله، الزرع زاد طوال، الخضورية زاد خضار، ها هو كل شيء كيبان أمام العيون ديالكم. بدا كيسبل الحمص تبارك الله، كله خرج. الزرع تبارك الله هو كيبان لكم، شوف تبارك الله على منظر كي داير، شوف على منظر رائع صراحة، منظر رائع في هذا البلاصة هذه. وحنا الان في الطريق ديال حد كورت، وحنا غادي في الطريق ديال حد كورت كاين واحد الطريق اللي هي مختصره، كنا كندوزو منها باش كنخرجوا مباشره في حد كورت. اليوم انا نحاول ندير الطريق الرسميه الاولى اللي كانت كدير حد كورت. شوف الفلاحه تبارك الله كي دايره، فلاحه زينه تبارك الله، خصوصا الناس اللي داروا الملحف هذا الاسبوع هذا عاوتاني، يعني مزيانه الفلاحه، زادت زيانه الخيرات تبارك الله. مازال الشتاء داخله في هذا الاسبوع، وكنظن بان الى طاحت الشتاء في هذا الاسبوع هذا اللي داخل، ولو ما طيح الشتاء كيف ما كيقولوا الشتاء ديال شهر مارس كتضمن العام. هي اصلا الشتاء دابا راه طاحت متاخره، لان الزرع مازال كاين اللي عاد يلا بدا كيدير الركبه الاولى، ومع ذلك هاد الشتاء هذه تبارك الله يزيد يجبد فيها ويزيد يطول. اذا يمكن لي نقول لكم ان الفلاحه بالمنطقه ديال حد كورت، الفلاحة البورية، كنتكلم على الفلاحة البورية اللي ما كتسقاش، اللي كتعتمد على المطر فقط. اذا يمكن لي نقول لكم الفلاحة بخير وعلى خير. اذا احنا في الطريق ديال حد كورت، كاين هاد الطريق هادي راه السيارات كيدورو منها، هادي هي اللي تقريبا دابا عندها واحد 15 عام ولا هكاك تقريبا باش ولات هاد الطريق هادي. من بعد كانت هاد الطريق هادي اللي غادي منها انا، كانت هادي الطريق الوحيدة اللي كدير حد كورت. مني صايبو هاد الطريق ولاو كيدوزو منها الطاكسيات الناس العاديين، ولكن هادي هي الطريق اللي كانت رسمية اللي كدير حد كورت مرورا من جماعة سيدي عزوز لاكار، منطقة كيقولو لها لاكار، هي اللي غندوزو منها دابا. اذا غنمشيو من هنا حتى لحد كورت ان شاء الله. وكيف ما كتشوفو الفلاحة تبارك الله هي بخير وعلى خير، ما خصها والو، خص غير اللي مازال ما دارش الملحة انه يدير الملحة، الربيع اللي ما داواش يداوي، هادشي اللي خص الفلاحة. الحمد لله والشكر لله. يا الخوت صراحة في بعض الاحيان الانسان كيدخل في الشرك ديال الله سبحانه وتعالى، بقى يقولك هاد العام كاين الجفاف، هاد العام ما طيح الشتاء، يا ودي الله يهديكم، هذاك راه شرك بالله. العلم كاين، العلم فعلا كاين العلم، ولكن الانسان ما خصوش يشرك بالله، يقول الشتاء ما كاينش، كاين الجفاف. خصوصا هاد السنه كانوا كيقولوا سنه جافه بامتياز، ما كاينش الشتاء،
ولكن يا اخوتي اللي يعرف يعرف الله سبحانه وتعالى. شوفوا هاي الخيرات تبارك الله ديال البارح شحال ديال الشتا طاحت، الخيرات ديال سيدي ربي طاحت البارح النهار كامل والليل كامل، ومازال كاين الشتا داخل هذا الاسبوع على حساب النشره الجويه. نطلبوا من الله يكرمنا بالشتاء ويعطيها لنا على قد ننفع ان شاء الله. هنا دوار ديال زهير، هنا طريق ديال جماعة سيدي محمد الشلح. هنا في واحد الوقت كنا كندوزو على هاد الطريق هادي في الطاكسيات، كنا مازال صغار كنكونو غادي لحد الكورت، كنلقاو هنا النوادر طيلة السنة. هاد البلاصة كلها كانت كتكون نوادر ديال التبن، فوكاش كيما كيبقاوش دوك النوادر حتى كيسبل الزرع وكيقرب يحصدو الناس عاد كيبيعو التبن ديالهم. دابا مبقيناش كنشوفو دوك النوادر هنا في هاد الشكل، هنا في هاد خصوصا هاد البلاصة هادي. شوف الأراضي تبارك الله، لأن فعلا المنطقة ديال حد كورت أكبر الأراضي اللي كاين من حيث الفلاحة هي اللي كاين هنا في النواحي ديال حد كورت، الزراعة البورية ديال الزرع. لأن أنا كاين اللي كتلقى عنده 500 قطار 600 قطار 200 قطار 100 قطار، اللي ما عندوش اللي ما عندوش هنا كتلقى عنده 10 قطارات 5 قطارات، هذا اللي ما عندوش مرة. هنا تبارك الله الناس ديال المنطقة عندهم بلاد كثيرة هنا تبارك الله، وهذه المنطقة هذه هي اللي كتمول المغرب كامل من حيث القمح، منتوج ديال القمح، لأن المطاحين ديال المغرب كلهم في الصيف كيجيو يشريو الزرع من هنا بالجملة. الحمد لله الفلاحة بخير. يعني تصوروا معايا غير السيمانة اللي فاتت راه كدرت واحد الفيديو، الفلاحة كانت ضعيفة، كانت كلها صفراء وضعيفة، وكانت مازال الطوبات في الأرض كتبان. دابا كتشوفوا معايا شو تبارك الله بدا كيسب الزرع، والخضورة تبارك الله كله خضر، الحمص تبارك الله هو على يدي اليسر كيبان. شو تبارك الله الحمص كي داير، هو قريب يبدا ينور، غير هو الإشكال اللي كاين في الحمص إلا بدا ينور مخصوص الشتا. القصبر تبارك الله كذلك كل ما طاحت الشتاء كيزيد يجهد بالنسبة للقصبر، وعاد ما نساوش الربيع اللي كينوض بالنسبة للكسيبة. الناس هما كيرعاو هما كيرعاو، هادي شهر تقريبا كانت الأرض كلها كحلة، صوروا معايا شهر جوج والأرض باقا كحلة، ما نايضة تربيعة في الأرض. دابا الحمد لله حنا كنشوفوا الكسيبة هي كترعى، جنبات ديال الطرق، الربيع موجود تبارك الله، حتى التبن دابا ما يبقاش غالي، لان راه البارة كانت وصلت 40 درهم، 40 درهم وصلت البارة، لان الربيع ما كاينش، المرعى ما كاينش، فين عطر على الغلام فين عطر على فين على البقر ما كاينش المرعى. هاد الارض اللي كتبان لكم هي خاويه، هو عاد نايض الحمص، الحمص هو عاد نايض، هو مخرج كله تبارك الله مخرج، وهذا الحمص غيكون مزيان، لان الحمص ما كيبغيش الشتاء هنا، ما كيبغيش الشتاء، اين فوا يخرج من الارض صافي ولو ما طيح الشتاء كيولي مزيان. اذا كيف ما قلت لكم الاخوان، حنا في هذا الطريق حنا قربنا للجماعه القرويه، الجماعه الترابيه سيدي عزوز، وهاد البلاصة بالضبط اللي معروفة بلاكار، كيقولوا لها لاكار. علاش لاكار؟ لأن في واحد الوقت كان التران كيوصل حتى لهاد البلاصة هادي، هادي طريق سيدي قاسم ديال الخنيشات سيدي قاسم. هنا السونتر ديال الجماعة اللي معروف بلاكار، كيف ما قلت لكم لاكار كان كيوصل حتى لهنا، القطار كان كيوصل حتى لهاد البلاصة هادي، وهذا الشيء علاش تسمى لاكار. ولالين ديال القطار راه مازال لحد الساعة، مازال لحد الساعة كيوصل حتى لهنا، في عهد الاستعمار كانت لهنا بلاصة لاكار. يعني حتى دابا لا بغا
الدراري مثلا يوصل لهذه المنطقه هذه ومن هنا يمشي لوزان عندهم القضيه سهله. هذه الطريق ديال عين تفالي ان شاء الله نحاولوا نصوروها ان شاء الله قريبا، نديروا لها شي فيديو جايه ان شاء الله من عين تفالي من حد كورت لعين تفالي ان شاء الله. هنا غنخرجوا مباشره لحد كورت، هذه هي الطريق ديال اللي عدينا لحد كورت، يعني من هنا لحد كورت 5 كيلومتر. وهاد الطريق عاوتاني كلها مناظر خصوصا في هذا الشهر مارس، الطريق كلها مناظر تبارك الله. وانتم تشوفوا معايا دابا الاكثريه ديال الاخوان ولاو كيدوزوا من ديك الطريق اللي ولا يدوزوا منها الحديد، هذه قليل اللي كيدوز منها، اللي جايين من القصيره قليل اللي كيدوز منها، ولكن راه هذه هي الرسميه اللي كانت قبل. الزرعه تبارك الله هنا ثاني بخير مزيان. هاو دابا منا واحد السيمانه نعاودو نديرو شي فيديو هنايا، غيبان لكم الزرعه تبارك الله كله طوال وكله سبل. هنا في الطلعه كنلقاو كندخلوا التراب ديال الجماعه الترابيه ديال حد كورت، حد كورت اللي هي بلديه يعني جماعه حضريه. كيف ما كتعرفوا اقليم سيدي قاسم فيه بالنسبة للجماعة الحضرية فيه سيدي قاسم، فيه حد كورت، بلدية سيدي قاسم، بلدية حد كورت، بلدية جرف الملح، بلدية مشرع بن القصيري، بلدية دار القداري، يعني فيه خمسة ديال البلديات، خمسة ديال الجماعات الحضرية، ما تبقى كلهم جماعات قروية، يعني 24 جماعة قروية اللي كاين في إقليم سيدي قاسم. وخمسة ديال الجماعات حضارية اللي كاين في الإقليم. هنا هاد الطليعة الرائعة، هنا إنفو كتطلع من هاد الطليعة كيبان لك دوار الحدادة على يد اليمين، وكيبان لنا دوار الحبارة على يد اليسار، احسن دوار كاين في هاد الدخله هادي، هما هاد الدواور بجوج الحداده الحباره، وعاد كنلقاو الدواور وهاد الحداده والحباره اللي كانوا تابعين جماعه سيدي عزوز. هاد الدواور بجوج ولاو دابا كينتميو لبلديه حد كورت. هذه الدخله ديال مدينه حد كورت، دخله يا سلام، شارع يا سلام، اشجار على اليمين وعلى اليسار، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان هذا الشجر يبقى ما يحيدوش. هنا كاين اللي بغى يمشي لوزان في هذا الطريق ديال شارع وزان، وهنا السونتر اللي يدخل السونتر ديال مدينه حد كورت. شوفوا معايا الدخله كي دايره، الشارع كي داير، شارع رائع. هنا كاين السوق الاسبوعي اللي كيعمر يوم الاحد، اليوم كان عامر لان يعني احنا هذا الفيديو درناه في اليوم بالضبط الاحد 10 مارس 2024. شوفوا معايا الشارع اللي كاين في مدينه حد كورت كي داير، شارع يا سلام. اذا تبارك الله عليكم وتحياتي لكم، ونتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله انتظرونا في فيديو اخر اللي هيربط ما بين مدينه حد كورت ومدينه وزان ان شاء الله. اذا فرجه ممتعه
وتبارك الله عليكم وعواشركم مبروكة مرة أخرى.